مساء الخير، اهلا وسهلا. دي مش انبوكسنج بمعنى انبوكسنج لان فتحت اوريدي البوكس، ودي تاني تيك الاولاني باظ. بس اوبننج نقول انفيلينج لجزمه جديده من عند توني لوبيرا من تي ال بي مايوركا. اوكي، فدي اوكسفورد مش داربي. اوكي، واكسفورد بني برضو انا مصممها، بس واخد فيها تخفيض كويس جدا عشان حصل غلطه المره اللي فاتت، او مش غلطه، سوء تفاهم بيني وبين توني، فعمل لي تخفيض رهيب في دي. فايه، ادي الجزمه. اوكي، هي وينج تيب بني. اوكي، الحته دي الوينج تيب نفسها او التو اريا دي كلها، والهيل اريا الكعب والبوز، دول بيبل جرين، بيسموهم بيبل جرين، يعني مش جلد ناعم، لا جلد ايه، منغبش كده. اوكي، منقرش كده. alright، فمش عارف هيبان ولا لا في الكاميرا، بس ايه، ادي الجلد، مش الجلد اللي هو ناعم كده، لا انا مختاره جلد فيه شغل كده، فيه ديتيلينج كده صغير كده. اوكي، ودي الاسم الكامل ليها بقى ايه، اوكسفورد. اوكسفورد لانها ايه، مقفول الرباط داخل في الجزمه نفسها، مش في حته متخيطه على الجزمه زي الداربي. اوكي، فقفلتها ضيقه، القفله دي ضيقه، بيسموها كلوز ليسنج سيستم، ده اوكسفورد. فهي وينج تيب اوكسفورد ان بيبل جرين اند سويد، بولو براون سويد، يو ثروت، او في ناس سموه اديلايد. اوكي، ده الاديلايد اللي هو في حوالين الفيسنج، الجزء ده اللي بيبقى فيه رباط الجزم اسمه ذا فيسنج. اوكي، الفيسنج الحته دي كلها المشترك دي اسمها الفامب، جزء اكبر من الفامب اللي هو اللي فيه رباط اسمه الفيسنج. الفيسنج ده برضو بيبل جرين زي البوز وزي الكاب. اوكي، بس هو ايه، واخد شكل يو، فاليو ثروت ده في ناس بتسميه يو ثروت، في ناس بتسميه اديلايد. اوكي، وتريبل ليذر، تريبل ليذر سول، ده تلات اضعاف الجلد المعتاد في النعل من ناحيه السمك عشان يعيش اكتر، وايه، وستاكت هيل. اوكي، برضو طبقات 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 جلد، وفي طبقه منهم كاوتش علشان ايه، ما الواحد ما يتزحلقش. وجي ار يون راندنباخ سول، الماني، فيجيتابل تاند علشان انفايرمنتلي ريسبونسبل. اوكي، فادي ايه الجزمه، اخر دفعه من توني لوبيرا. وطبعا في كالعاده في ميتال تو كاب هنا، هو علشان دي اكتر حته، اول حته بتدوب في الجزمه، فدي تديها عمر اكتر. المفروض السول ده يقعد 5 6 سنين. الجزمة كلها لما نغير السول، ممكن كل 5 6 سنين نغير السول، نوديه لتوني، نبعت معاه 80 يورو ويرجع لنا زي جديدة بالظبط. اوكي، الحتة اللي فوق دي اللي هي الأبر دي المفروض تعيش بقى ايه 25 30 سنة، يعني معمرة اكتر بكتير طبعا من السول اللي بيداس عليها على طول. اوكي، بس فدي اخر جزمة من توني لبير تي ال بي مايوركا. اوكي، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، مش ممكن. والملمس يعني جلد طري جميل جدا. وجوه طبعا كالعاده بعتها لي بشو تريز. اوكي، يعني الشو تريز دي هي واخده شكل الجزمه نفسها، يعني مش اي شو تريز كده زي اللي الواحد بيشتريها لوحدها من غير الجزمه، لا هي على شكل الجزمه نفسها. اوكي، دي بيبقى اسمها لاستد شو تريز، على شكل هي كوبي، الشو تري نفسها تبقى كوبي من اللاست اللي اتشدت عليه الجلد على الجزمه. اوكي، جلد الجزمه ده اتشد على حاجه موديل خشب عشان ياخد الشكل ده، الموديل ده اسمه اللاست. الشو تري نسخه من اللاست اللي اتعملت عليه الجزمه. اوكي، عشان كده اسمها لاستد شو تري. وكالعاده ميد specially made for Mr. Sami Salim كالعادة جوه
النعل جوه الجزمه من جوه، وكالعادة طبعا جلد احمر، يعني مختار جلد احمر جوه. اوكي مش عارف مين ولا لا. Made specially made for Mrs. Hysery كالعادة. اوكي فادي ايه جزمة تي ال بي مايوركا. الانبوكسنج كده ايه انتهى. اوكي بس شكرا، تصبحوا على خير.